الآن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لا شك أن الطلبات على موضوع اللحوم تتفاوت ما بين الإقبال وما بين الإحجام، خاصة مع تفاوت أسعار اللحوم. هذه التفاوت بالنسب في شراء الأغنام حسب النوع طبعا، حسب الحجم. لا شك أن خبرة المستهلك في هذه الأسعار تلعب دور، ودور كبير في كيفية عملية الشراء. للمزيد حول هذا الموضوع نذهب إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على سوق الأغنام والحركة الشرائية هناك، نشاهد. مع حلول شهر رمضان المبارك يشهد سوق الأغنام إقبالا كبيرا في الطلب، يؤدي إلى زيادة أسعارها وبنسب متفاوتة حسب النوع والحجم. والله قبل رمضان كانت الأسعار شوي نازلة، لكن الحين ارتفعت فوق وايد في على 120 العربي. المطلوب طول الأمر النعيم وإشفالي برضه مطلوب، وأسعار الحين أول كانت شوي رخيصة والحين شوي ارتفعت، والله غالي شوي والله. لا ترفض عشان الموسم عشان رمضان اتغيرت اول رخيص الحين اتغيرت. خبرة المستهلك بالاسعار والانواع تلعب دورا كبيرا في عملية الشراء والحد من الغش والتلاعب، وبالمقابل عدم دراية المشتري يشجع بعض البائعين على التلاعب في النوع والقيمة. واحد الواحد اللي ما يعرف هني يضيع، يعني ما يدري هي قيمتها 60 بيع عليها ب110، بيع عليها ب100، اللي مو يسوق ما يعرف النعيمي من الشفالي من العربي من المهجن غير. بالنسبة للأسعار، الأسعار معتدلة ومقبولة صراحة، بس بالنسبة للحلال يعني تنقص المشتري المستهلك الخبرة، إذا ما عنده خبرة يمكن يتوهق بعض الأمور إذا ما عنده خبرة. أما بالنسبة للأسعار صراحة أسعار معتدلة جدا، فيه استغلال وفيه نصب وفيه حركات يعني بالأسعار متغلبة، ومن ناس لناس تلقى هذا عنده ب70 تلقى ذاك عنده ب90، وإيه متفرغ إيه. بس بالنسبة للناس اللي يعرفون الحلال لا يعرفون الأسعار. دور وزارة التجارة رقابي حاسم في الحد من التلاعب، مما يسهل على المستهلك عملية الشراء أيا كان موسم شراء الأغنام. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت. سبحان الله، يعني مع شهر رمضان المبارك أجواء رمضان لها طبيعتها، علما بأن احنا في رمضان لازم نصوم، وعلما بأن احنا لازم نخفف أكل، لكن سبحان الله يعني الشيء المسيطر هو الأكل. الملومين في هذا المجال هم النساء، لأن هم اللي يدشون المطبخ وهم اللي يعدون الأصناف المختلفة، فبالتالي لا تخلو مائدة المجتمع الكويتي من وجود عنصر الغذاء اللي هو الأساسي اللي هو اللحم، سواء يدخل في الأكل أو يدخل في التشريب. أكيد. فبالتالي ارتفاع الأسعار هي خاضعة للعرض والطلب، لكن دائما نصيحة المستهلك في أنه تكون عنده خبرة في كيفية شراء الذبيحة، إذا كان مثلا استرالي ولا كان نعيمي ولا كان مثلا يعني الخرفان لهم تسميات ولهم انواع ولهم اشكال، بس اللي احنا نقول بالكويتي اللي غشيم تطوف عليه، فبالتالي الحذر كل الحذر في كيفيه هذا. وخذ وياك واحد يكون صاحب خبرة، تقول له بروح وياك، تعال بتمشى وياك وتودي وياك سوق الغنم، او احنا نقول المكان اللي يبيعون فيه الخرفان، وتقول له أبيك تنقي لي خروف يكون طيب عشان أدخل في البيت. ونتمنى لكم صيام مقبول إن شاء الله، وتخففون شوية من حدة الأكل. رح نأخذ الآن جولة، وين يا أميرة؟ جولتنا القادمة في عالم المال والأعمال.